السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اللي غنحاول نبين فيه واحد النهاية اللي كنستعملوها بزاف في الدول الأسرية، وهذه فرصة باش نتعلموا كيفية تغيير طريقة ديال تغيير المتغير. دونك هنا بغينا نبينوا أن لا ليميت ديال إكسبونونسي إكس ناقص واحد على إكس كتساوي واحد عندما يؤول إكس إلى الصفر. إذا في الحقيقة هو إلا عوضنا إكس، عندما نعوض إكس بصفر غتكون عندنا هنا أو الصفر هي واحد، واحد ناقص واحد هي صفر، صفر على صفر هو شكل غير محدد. دونك هنا داك الشيء علاش غنبينوها، ومن بعد غنبقاو نخدمو بها بلي راه كتساوي واحد. دونك من اجل هذا غنديرو نضع، دونك غنعوضو نضع اكس يساوي ln اكس، دونك بلاصة اكس غنديرو ln اكس كبيرة هنا. ولكن خصنا هاد النهاية كتغير، أن عندما يؤول إكس إلى الصفر، ملي هذا كيمشي للصفر، إلان ديال أش لي كيعطينا صفر؟ إلان ديال واحد طبعا. دونك عندما يؤول، دونك هكا عندما يؤول إكس إلى صفر، عندما يؤول إكس إلى صفر، فإن إكس يؤول إلى، دونك إكس هاد اكس هذا يؤول الى واحد. دونك غادي تغير النهاية كلها. اذا لا ليميت ديال اكس بونونسيال اكس ناقص واحد على اكس عندما يؤول اكس الى صفر تساوي لا ليميت ديال او، قلنا اكس غنحيدو غنبدلوه بالان اكس، الان اكس ناقص واحد على اكس هو ln اكس، و اكس يؤول الى واحد، دونك مبقاش اكس صغيرة، اكس كبيرة يؤول الى واحد، يساوي دونك هنا اكسبونونسيال كيمشي مع ln كتبقى هنا اكس، لانهما دالتان عكسيتان، دونك كيبقى هنا ليميت ديال اكس ناقص واحد على ln اكس، اكس يؤول الى واحد. بغيت نقلب هادي، دونك الا كتفكروا راه كتفكر بديك الداله ديال الالان، راه كاينه وحده في الالان ملي الان واحد النهايه في الالان عندما يؤول اكس الى واحد، ولكن الان اكس الفوق واكس ناقص واحد لتحت. دونك باش نقلبوا هادي، الى عندي مثلا 6 على 4 بغيت نقلب هادي اش كتساوي؟ هي واحد على 4 على 6. دونك هذيك الطريقه هي اللي غادي ندير هنا، يساوي لا ليميت ديال اكس يؤول الى واحد ديال واحد على ln x على x ناقص واحد. وكما قلنا في النهاية ديال ln قرينا بأن لا ليميت ديال ln x على x ناقص واحد عندما يؤول x إلى واحد هي واحد، هي خاصية، دونك هذي كتعطينا واحد، واحد على واحد يساوي واحد. دونك لا ليميت ديال اكسبونونسيال x ناقص واحد على x كتساوي واحد عندما يؤول x إلى الصفر، دونك هذي عقلوا عليها كنخدمو بها بخاصية، لأن إلا عوضتي كتعطيك شكل غير محدد، إذا كنخدمو بها كخاصية. نتمنى أنكم استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.